مشروع بناء وعي بأهمية جبال إب للتنوع الحيوي وإنتاج خطة إدارة لبعض المحميات المقترحة فيها، والممول من صندوق شراكة الأنظمة البيئية الحرجة CEBF، والمنفذ بواسطة مؤسسة الحياة البرية المهددة FEW. تم نزول فريق المشروع المشكل من الدكتور محمد الدعيس المدير التنفيذي للمؤسسة، وكل من الأستاذ مراد العواضي منسق المشروع، والأستاذ محمد الفضلي رئيس فريق المتطوعين، والأستاذ جلال السريحي الباحث الميداني إلى مديرية الشعر لعقد ورشة عمل حول حماية الطبيعة وآفاقها في جبال وغابات الشعر. تمت الورشة في مبنى السلطة المحلية في المديرية بحضور مدير عام المديرية الأستاذ عبد الحكيم الرقي وأمين عام مديرية الشعر الأستاذ رضوان النصيف. كذلك حضر لفيف من أعيان المديرية في الشعر. ورشة العمل كانت ممتازة جدا، يعني استوعبوا المشايخ والأعيان والمجلس المحلي استيعاب كامل لما ورد من الأخ المحاضر في الورشة أهمية الحفاظ على الغابات في بلادنا والتي هي مهددة بالخطر فعلا، وكذلك الحيوانات البرية المهمة مثل النمر العربي، وهو أكيد موجود بالمحجر، يعني 100% قد شاهدوا ناس يعني من الرعيان أنه يوجد محجر الشعر، ويتنقل من هناك إلى غنازع دلال إلى ذي هرم إلى قبلان بنفس المنطقة يشاهدوا الرعيان. الدورة كانت ممتازة جدا، أول شيء العمل واستفادوا منها الحاضرين، ونحن متعاونين مع المؤسسة البرية ونتعهد لهم بذل أقصى جهودنا بالتعاون معهم كمجلس محلي وكسلطة محلية وإدارة المديرية وإدارة الأمن وكل مكونات المجتمع. The thing that I think it's important for people to understand is الشيء المهم هو كرم الضيافة عند اليمنيين والطبيعة الخلابة الموجودة في اليمن، ولذلك هو يريد أن يجد صورة إيجابية للعالم كل، بحيث أنهم يفهموا أن اليمن ليس بالصورة التي هم يفهموها، بل اليمن آمن وبلد طيب. A lot of what we hear about in the Western media, كل ما نسمعه من خلال الإعلام في الدول الأوروبية وأمريكا هو المشاكل اللي تدير في اليمن والإرهاب، ولكن إحنا بدورنا نحاول إن إحنا نظهر الصورة الجديدة من زاوية أخرى بحيث إنها تحسن الصورة عن اليمن. ضمن أنشطة مشروع بناء وعي بأهمية جبال إب للتنوع الحيوي وإنشاء خطة إدارة لبعض المحميات المقترحة فيها، قمنا بزيارة مديرية الشعر بقيادة مدير المشروع الدكتور محمد الدعيس، وتم إلقاء ورشة، تم تنظيم ورشة عمل هناك في مديرية الشعر للأعيان وأبناء مديرية الشعر، ومن ثم توجهنا إلى المحجر مع عدد من المتطوعين وعدد من أعضاء السلطة المحلية. تم استعراض أهداف وغاية المشروع وأوجه التعاون بين السلطة المحلية في مديرية الشعر والأعيان مع فرق المشروع التي ستباشر العمل في جبال وغابات الشعر لرصد الموائل الطبيعية ودورها في تعزيز الأنشطة البشرية السليمة ودعم أساليب العيش التقليدية للسكان وإمكانية استثمار الوضع القائم للموائل الطبيعية للتقدم إلى أوضاع أكثر استدامة، بما فيها إعلان بعض الغابات كمحميات طبيعية والترويج للتفرد فيها لجذب الباحثين والسياحة البيئية الخارجية. بشرى دماج لقناة YMC محافظة إب.